تتهيأ الذكريات لتجتاح ذاكرة اللاجئين وأرواحهم في هذا المخيم الذي أصبح بمثابة مدينة صغيرة. على أبواب شتاء يجلس اللاجئ متأملا، يبدو أن عيناه على الماضي. المطر والهواء البارد كفيلان بتحريك الماضي كله في العقول والقلوب. متى أصبحنا لاجئين؟ وصلنا عبر معبر سيمالكا إلى مخيم بحركة في عام 2012. كنا نتلقى الكثير من المساعدات من منظمة بارزاني الخيرية ومن أهالي كردستان. لم نكن نتوقع أن نستمر هكذا، كنا نتوقع أن نبقى عدة أشهر أو سنة ونعود، لكن طال الأمر بنا. بعد عدة أشهر انتقلنا إلى مخيم دار الشكرى. استهدفت مجمل سياسات الأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا إلى تشريد الكرد وإفراغ كردستان من شعبها، ناهيك عن عمليات الإهمال المقصودة والمدروسة للمناطق الكردية من جميع النواحي الاقتصادية السياسية والاجتماعية من إفقار وتجهيل. الثورة التي تحولت إلى حرب أضافت للكرد معاناة جديدة، جعلت أعدادا كبيرة ممن كانوا قد نزحوا إلى الشام وحلب وغيرهما من المدن التي كانوا يعملون بها إلى اللجوء إلى تركيا، والعدد الأكبر إلى إقليم كردستان. نزحنا من الجزيرة إلى الشام عام 2005، وذلك لعدم وجود العمل. استأجرنا هناك منزلا وكنت أعمل من 6 صباحا حتى 10 وأحيانا 11 ليلا كسائق لسيارة أجرة. تتألف عائلتي من 9 أشخاص، كنت الوحيد الذي أعيلهم باعتبارهم جميعا كانوا يدرسون، وكانت غلة عملي تغطي احتياجاتنا اليومية فقط. بقينا في دمشق 7 أعوام، لكن بدأ القلق مع بدايات الثورة واضطررنا للعودة مرة أخرى إلى الجزيرة. بقينا عاما في كردستان سوريا، لكن الوضع لم يكن مستقرا ولم نشعر بالأمان. وعندما فتحت حكومة إقليم كردستان الحدود أمامنا لجأنا إلى هنا. هذا هو قدرنا. دار شكران مخيم يقع شمال غربي هولير، ويبعد عنها مسافة 45 كيلومترا. تأسس في 29 من أيلول عام 2013، يقطنه ما يقارب 13,000 شخص. أز إنسان كيم أسعر سيفي بيريما أعمل كحارس لبئر الماء، وراتبي 350,000 دينار. بداية كانت المنظمات الدولية تقدم لنا المساعدات، لكنها توقفت الآن. منظمة بارزاني الخيرية كانت ولا زالت تعمل في المخيم، وكذلك مفوضية اللاجئين التي تقدم الفورمات وإقامات اللجوء فقط. أثناء تواجدنا في المخيم كانت منظمة بارزاني الخيرية بالتعاون مع منظمة كويتية تعمل على توزيع المواد الغذائية على اللاجئين. إحدى اللاجئات التي رفضت أن نصور حديثها أخبرتنا أنها تسكن هذا المخيم منذ 7 سنوات وتقف هنا لتستلم حصتها منذ ما يقارب الساعة، مبينة أنه في السابق كانت العديد من المنظمات الدولية تقدم لهم المعونات لكنها توقفت. ديدوان إدريس منتك يدير المخيم وكذلك منظمة بارزاني الخيرية في دار شكران، أخبرنا تفاصيل عملهم والمنظمات التي تتعاون معهم. كامبي دار شكران يككلا شوار كامبي فنابران لسنوري فارس جاي هولير. مخيم دار شكران إحدى المخيمات الأربعة في محافظة أربيل، وتأسس عام 2013،
ويتم إدارته من قبل حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية وبدعم من مفوضية اللاجئين. كمنظمة بارزان الخيرية بدأنا بإدارة المخيم عام 2017 بالشراكة مع حكومة الإقليم والUNHCR. دورنا في المخيم ينقسم إلى قسمين، أما الأول منها فهي مشاركة منظمة اليون، والثاني تمثيل حكومة الإقليم في المخيم. نستقبل اللاجئين ونؤمن لهم الحاجات الرئيسية كالسكن والغذاء وتسجيلهم على قائمة اللاجئين للحصول على الفورم والإقامات. نساعد في حل كافة المشاكل التي تواجه اللاجئين إذا كانت تتعلق بمجال عملنا، عدا ذلك نحيلها إلى الجهات المعنية. نحاول تغطية كافة احتياجات المخيم، لكن بالتأكيد هناك النواقص ونحن بحاجة إلى دعم المنظمات الدولية وكذلك المحلية منها. فمثلا نحن بحاجة إلى المزيد من المواد الغذائية، فالعديد من اللاجئين ما عادوا يحصلون على المساعدات المقدمة من برامج الأغذية العالمي WFP بعد الأزمة المالية التي تمر بها. أيضا نحن بحاجة للأدوية، نمتلك مركزا طبيا وحيدا يديره حكومة أقليم كردستان بالتعاون مع بعض المنظمات. هذا العام لنا مشروع مع منظمة LDS الأمريكية لتأمين الأدوية لمدة سنة كاملة للمخيمات الأربعة التابعة لهولير. پروژیک من هی بو دابین کردنی درمان بو ماوی یک سال بو هر سوار کمپی پنابران. يقال انه لا اسهل من التحكم بشعب جاهل. التمسك بالعلم رغم صعوبات الحياة واضحة في دار الشكران، ولطالما يعرف عن كرد سوريا محبتهم للعلم. يحتوي المخيم 3 مدارس تحتضن الطلبة من كل المستويات من الصف الأول إلى البكالوريا، وكذلك روضة للأطفال. فما هي تلك الصعوبات التي تواجه التعليم هنا؟ هذا ما أجابنا عليه بالتفصيل خالد أحمد، المدرس في مدرسة بارور في المخيم. 4 مدارس موجودة في المخيم، مخيم دار الشكران. مدارس 3 مدارس ابتدائية وأعدادية ومدرسة ثانوية، مع روضة للأطفال موجودة أيضا. المدارس طبعا عدد الطلاب أكثر من 3,000 طالب في مخيم دار الشكران. كانت هناك دعم في المدارس قبل هذه السنة، خاصة من UNHCR والUN، ولكن الدعم خاصة باتجاه المعلمين والمدرسين توقف هذا الدعم. نحن في الشهر يعني شهرين ونصف من 21/9 بدأت المدارس، افتتاح المدارس، وإلى الآن لا يوجد عقود للمدرسين والمعلمين. ولكن تربية كردستان، وزارة التربية، أرسلت كتاباً أنها تدعم المدرسين في الأسبوع القادم أو في الأيام القادمة أو الأسبوع القادم، ولكن المنظمات الحكومية، المنظمات الغير الحكومية أو الإنسانية UN أوقفت الدعم بالنسبة للمعلمين وحتى بالنسبة للمدارس. يعني مناهج التي تدرس في جميع كامبات كردستان هي مناهج تابعة لتربية كردستان، لحكومة لتربية كردستان، ولكن باللغة العربية، يعني نفس كتب التربية الموجودة في أقليم كردستان بالنسبة لمدارس كردستان اللغة الكردية، هذه المناهج باللغة العربية، هي مناهج كردستان ولكن باللغة العربية من الصف الأول إلى الصف الثانوي. طبعاً يوجد فيها مادة للغة الكردية مثل أي مادة، يعني مادة اللغة الإنجليزية أو مادة اللغة الفرنسية، موجود فيها مادة اللغة الكردية من الصف الأول إلى الصف الثانوي. الكادر التدريسي طبعاً عندنا في مدارسنا، المدارس الموجودة عندنا في دار الشكران، يعني 95% من الكادر من كرد روج آفا، من كرد روج آفا. طبعاً أغلبيتهم جامعيين ومعهم شهادات ومعاهد، ومعهم معاهد وجامعين، ولكن هناك نسبة من المدرسين الذين يدرسون اللغة الكردية باللهجة السورانية معنا، والمدير مندب من التربية، حتى نواب المدير أو نائب المدير من أكراد روج آفا، من كرد روج آفا.
أكثر من 250 ألفا من اللاجئين بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة نشرت في كانون الأول من هذا العام يتواجدون في إقليم كردستان. من درعا مهد الثورة السورية انطلقت المطالبات السلمية بالحرية والكرامة ربيع 2011، ومع إصرار نظام البعث استخدام العنف اضطر الملايين من السوريين إلى الهجرة واللجوء إلى دول الجوار. أنا اسمي هشام كرمان من درعا، طبعا سوري من درعا، محافظة درعا، من بلدة اسمها غباغب. طبعا أنا عايش مع أهلي، كنت بسوريا وكنت طالب جامعة بدرس معهد تقني الحاسوب، وبنفس الوقت يعني كنت اشتغل بدمشق طبعا هذا الشيء، وبنفس الوقت كنت اشتغل بمعهد أثناء الدراسة. بتعرف الأمور بسوريا والوضع اللي كان بسوريا بيحتاج إن الواحد ليساعد نفسه على الدراسة ومصاريف الدراسة والأمور هاي كلها. طلعنا لهون لأربيل يعني بسبب أسباب ظروف يعني ما فينا نحكيها طبعا على التلفزيون، ظرف هاي أول ظروف، وظرف ثاني إنه أنا يعني بالوضع بسوريا بشكل عام لكأي شخص مع المناسب لأي حدا بالنسبة، خصوصاً إحنا كمان من درعا يعني وضعنا غير. جينا لهون لأربيل يعني ما رحنا على الأردن، ما رحنا على المناطق الثانية لعدة أسباب. بداية الأردن كان وقتها يعني ما في مجال واحد يروح عليها، وكانت الطرقات مغلقة، وبعدين إذا رحنا على الأردن هنروح نقعد بمخيم الزعتري، ومخيم الزعتري بنعرف عنه كثير أمور سيئة وكثير أمور عم تصير يعني في تقصير. جينا لأربيل، يعني هي البلد الوحيد اللي كانت فيها في فيزا اللي نقدر نطلع عليها لأربيل، والحمد لله يعني أقول لكم الوضع ممتاز، أو لا مو هيش مو لهالدرجة هي، يعني الوضع جيد ومقبول، بس المعيشة صعبة بصراحة هون، والوضع في بده تعب هواية، وما فيها أشياء كثير ما بتساعد. أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري هربوا إلى تركيا منذ اندلاع الحرب، ويواجه الآلاف منهم الترحيل القسري حالياً إلى مناطق لا يزال الصراع فيها مشتعلاً بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في أكتوبر الماضي. الحال ليس بالأفضل في لبنان والأردن، فالسياسات المنتهجة في البلدين تعكس مخاوف عميقة حول مدة تواجد اللاجئين هناك. وبحسب بحث لمركز غارنجي للشرق الأوسط نشر العام الماضي، فإن الموقف المتحفظ منهم يطال كل شيء من ظروف إقامتهم وحركتهم وحصولهم على الوظائف والتعليم والعناية الصحية. وفيما يبدو أن أحوال اللاجئين السوريين في إقليم كردستان أفضل بكثير من أقران من الآخرين في دول الجوار.